البغض أحبائي جدرها الكبرياء وتعبيرها الجرح والرفض. إمتى أعرف أن الغفران وصل إلى أعماق قلبي يا أحبائي؟ الغفران معناه النسيان. لا أعود أذكر خطاياكم ولا تعدياتكم، بل ألقيها في أعماق البحر. سامحوا كما سامحكم المسيح. الجرح والرفض دول العلامتين اللي يورولك ويكشفولك أن البغضة تسكن قلبك حتى وإن كنت ما انت شايفهم. عايز أقولك أن كل مرة هتقف وتقول له يا رب اغفر لي ذنبي وسامحني، هيرد عليك يقولك مش هسامحك. ليه يا رب مش عايز تسامحني؟ يقول لأن أنا علمتك أنك تقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لأنه إن لم تغفروا لا يغفر لكم. فأنت ما غفرتش يبقى أنت مش مغفور خطيتك. المسيح ما قالش اغفروا للصالحين ولا تغفروا لأولئك الضالين. هو افترى عليك، نعم ظلمك، نعم هو غلطان، نعم وصية بتقول ايه؟ ان لم تغفروا للناس زلاتهم، سواء كان وحش او حلو ده موضوع تاني ما يخصكش. انت مش الديان، اللي يخصك انت ان تغفر للناس زلاتهم. اللي يخصك انت انك ان لم تغفر لن تغفر لك خطاياك. كل يوم يا احبائي لابد ان اغسل قلبي بالغفران، اتغسل من خطيتي بغفران دم يسوع ليا، واغسل قلبي بالغفران لجميع الذين اساءوا الي. الانجيل بيعلمنا ايه؟ لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. انا لما بأتسلح بنية وبأتجند لنية ان اغسل قلبي بالغفران، انا بأنقذ نفسي من الشر يا احبائي. انا بأنقذ نفسي انا من ان عمل الشر، من ان روح البغضة يملأ قلبي وكياني، من ان علاقتي وشركتي مع المسيح تتقطع، من ان انا اتحط تاني تحت دينونة خطيتي، من ان انا يكون نصيبي انه كما عملت بالاخرين هكذا يفعل ابي السماوي بكم. انا بغتسل بالغفران عشان انزع الخطية من كياني، انا بغتسل بالغفران عشان الشر ما يكونش ليه نصيب في قلبي، انا بغتسل بالغفران عشان اعمل وصية الرب، انا بغتسل بالغفران عشان ان لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي زلتكم، انا بغتسل بالغفران عشان يبقى لي نصيب في الحياه الابديه. انا نفسي الليله دي كلنا كل واحد يفحص قلبه ويشوف الجروح العميقه والجروح النص نص ونفسه واقفه ويعني واخد على خاطره وموجوع وكل تدريجات وتفريعات التعبير عن الجرح اللي حصل، وخلينا بقلب واحد كلنا معا نقول اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. اعمل غفران حقيقي على مواقف حقيقية ولأشخاص حقيقيين، يعني اعمل جرد جوه قلبك شخصي وشوف مواقف حقيقية لأشخاص حقيقيين انت مجروح او موجوع او منهم او حتى مواقفهم او حتى اهمالهم، واصرخ من عمق قلبك اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعل. انت مش قادر تغفر، اطلب معونة من الرب انه يديك نعمة انك تطلع من الخطية دي. خد تعويضك من الرب، خد اجرتك من الرب، خد رد اعتبارك من الرب اللي ادى الوصية. هو ملتزم بهذا عزيزي. من فضلك عشان خاطر اسم يسوع وعشان حياتك انت مع الرب ما تخرجش من غير ما تكون غفرت لجميع الذين أساءوا إليك عشان اسم يسوع.